محمد رمضان دايماً بيعمل قلق على السوشيال ميديا، يعني بين كل فترة والتانية هوب نلاقي محمد رمضان عليه كلام كتير، شوية ده بيستفز الناس، شوية ده بيكرر نفسه، شوية ده بيستعرض، بس النهاردة في حوار جديد. هو مش أول مرة رمضان يتحط فيه، بس تعالى أقولكوا إيه المشكلة الجديدة اللي بيواجهها محمد رمضان الفترة دي. أنا آية يونس، تعالى أقولكوا كل التفاصيل في الفيديو ده. والله يا جماعة مش عارفين نبدأ منين، أصل مش أول مرة محمد رمضان يتحط في مشكلة زي دي، ده لو اعتبرناها أصلاً مشكلة. طب إيه هي بقى المشكلة؟ النهاردة صحينا على خبر منتشر على السوشيال ميديا بيقول إن محمد رمضان سرق أغنيته الجديدة لو ناسين أفكركم، واللي هو عامل فيها دويتو مع المطربة شاهيناز. طبعاً خبر زي ده ممكن نقول عليه عادي، لأن كتير نزلت أخبار عن إن محمد رمضان سرق أغنية أو حتى سرق لحن، وكانت دايماً الإجابة إن اللي بيقول كده عاوز يتشهر على حس محمد رمضان. طب امتى وازاي وبتاعت مين لو مش بتاعت محمد رمضان؟ الإجابة هنا عند صادق عادل، واللي كتب على صفحته في الفيسبوك: أغنية محمد رمضان الجديدة لو نسينا فكركم من ألحاني ونازلة بصوتي من يوم 11/7، يعني من 4 شهور، والكل يقدر يسمعها قبل ما يقفلوها. وكمل كلام وقال: أنا اتفاجأت إنه مكتوب في التتر إن الأغنية من ألحان الأخ شريف عبادة، ودي فضيحة وسرقة علني، مش لأنه مش ملحن الأغنية، ده لأنه مش ملحن أصلاً، وأنا بتحدى يغني اللحن بصوته أصلاً. قال كمان: يا ريت كل الناس تساعدني اوصل صوتي واجيب حقي من المدعو شريف عبادة، لان اعتقد ان النجم محمد رمضان وشركة روتانا اتعرضوا للنصب، مستحيل يكونوا على علم بالسرقة العلنية دي، والله اعلم. بصراحة الاغنية دي مش اول مرة محمد رمضان او اي حد من فريق عمل اغنية لي بيتهموا بالسرقة، يعني قبل كده حصلت مشاكل على اغاني لي زي بوم بوم والبطل ونمبر وان وكذا اغنية تانية، كانت القصة بتخلص بسكوت الطرفين أو إن الناس بيقولوا كده علشان يستفيدوا من شهرة محمد رمضان. بس فخ اتهامات سرقة الأغاني ما وقعش فيه بس محمد رمضان، لسه قريب أكرم حسني اتهموه بسرقة أغنية للي، واللي قال إن حصل تشابه بسيط في جملة من الأغنية وجملة في الشعر اللي اتهموني إن أنا سرقته، وطبيعي يا جماعة إن يحصل تشابه. خلينا في محمد رمضان والكلام اللي على الأغنية، بصراحة محدش عارف الحقيقة فين، بس خلينا نشوف المرة دي هتخلص على إيه.